للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم عبيد، رئيس اللجنة الطبية بالبعثة البحرينية للحج. مساء الخير دكتور إبراهيم. بداية، ما هي أهم الخدمات الصحية التي يقدمها الفريق الطبي بالبعثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحب في بداية الأمر نحيي جميع حجاج مملكة البحرين، نتمنى لهم كل الصحة والعافية. عيادة مكة افتتحناها من 4 أيام تاريخ 2 أغسطس، وإلى الآن شفنا تقريبا 140 مريض. تقريبا العيادة تقدم نفس الخدمة اللي يقدمها المركز الصحي. نشوف المرضى، طبعا معظم الحالات اللي تجينا عبارة عن انفلونزا والتهاب البراعين، بعض حالات النزلات المعوية، وبعض حالات ارتفاع الضغط، وبعض حالات الكسور. وتقريبا 12 حالة حولت إلى مستشفى النور للمتابعة، وجميعها يعني رخصت بدون أي مشاكل، والكل إن شاء الله كلهم بخير وصحة. نعم دكتور، من خلال يعني شاشة تلفزيون البحرين، ما أهم النصائح الطبية يعني التي يجب على الحاج أن يعرفها وأثناء موسم الحج لتجنب أي عارض لا قدر الله؟ طبعا مهم للحجاج، خاصة اللي عندهم أمراض الضغط والسكري، ضرورة التزام بأخذ الأدوية، وبعدين ضرورة أخذ قسط من الراحة، وإذا حسوا بأي إنهاك أو أي تعب لازم يرتاحون. نعم. وبعدين مهم طبعا تجنب الإنهاك الحراري، خاصة الطواف في أشعة الشمس الحارة، مهم يروحون في وقت الظل، ويكثرون السوائل والشرب. طبعا مهم كذلك غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لأنها تمنع الأمراض. نعم. مهم كذلك تجنب الأكل، الطعام المكشوف، والتناول الأكل الطازج النظيف من كل شيء. مهم طبعا مراجعة البعثة لو حسوا بأي عارض أو لا سمح الله أي تعب عندهم. نعم الدكتور إبراهيم عبيد، رئيس اللجنة الطبية بالبعثة البحرينية للحج، شكرا جزيلا لك.